ايام ليت اللو يا ليت ولا فراج مي. اي لحن يجي على قصيدة المنكوس هو منكوس، ما في لحن ثاني تقدر تركبها على قصيدة المنكوس. الألحان تختلف عن بعضها بعد، كلهم يركبون على قصيدة واحدة لكن يختلف. ويا بكرة يا شوف غريب اش غدا منحو. اللي بعرف أنا لحن واحد للمنكوس. ترى شلة المنكوس مهي بوحدة، فيه لا 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 لا، هذا نوع من المنكوس. وفيه لا يا لا 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 يا لا لا، افتختن وهن واحدة وهي شلة منكوس واحدة. في لحن لابد أن يكون لحن أحسن من لحن، أو لحن قريب عليه لحن، والناس يغنونه بطريقة. يعني مثلا في منكوس يقول حق الشعر بخوت يشمل ببرق الوسامي لي من الله حتى ينبوه يفيد التزعي المالي. في مثلا واحد بيجيبه كذا ويا واشمل ببرق الوسامي يا لو من الله. لكن في شخص لا متعود على لحن ثاني، مثلا يقول ويا شمال ابها وبرق الوسام يا لي ملاح. هذه يعني الحاضر عندي الحين، ولا فيها الحان كثيرة حق المنكوس؟ هو المنكوس أدي بكذا طريقة، أنا ما أعرف أساميهم اللي يؤدونه، لكن دائما البحر المنكوس يعتمد اعتماد كلي على جمال الصوت وعلى الطبقات المؤدي الصوتية. كل ما كان يتحكم يقولون له يروجع انه كيف يتحكم بطبقاته وحبله الصوتيه فيكون اجمل. في المنكوس لحده الحان، فيه لحن طويل وفيه لحن يفتخت عن الحانه، ولا هو رئيسي بيت واحد، بيت واحد تغنيه كم لحن، كم لحن تغنيه على المنكوس وهو بيت واحد. لكن فيها الحان ثانيه اذا جيت تغنيها ما تغني بالبيت ذا، بس المنكوس ما تغني على لحن الهجيني، على لحن الصخلي، على لحن السامري، على الالحان ذيك ما تقدر تغنيها عليه، لانه هو يعتبر هو رئيسي في الالحان الشعبيه.